سنذهب هناك العديد من الحالات التحكيمية في هذه المباراة على وجه الخصوص. كابتن جمال مساء الخير، اليوم مساء لم تبدأ معنا هذه الحلقة. مساء الخير بكيو، أعزائي وسادة المشاهدين، الكثير والكثير، وأنا أعتقد بأن طاقم التحكيم لن أحكم، سوف يحكم الجميع من خلال شرح الحالات العديدة في هذه المباراة. أعتقد التي نجح الحكم بإدارتها وإيصال شرطة الأمان مباراة غاية في الصعوبة، كثيرة الاختبارات، لا يمكن أن تجتمع اختبارات عديدة في مثل إلا في مثل هذا النوع من المباريات. الحكم الألماني إتكين الذي أدار هذه المباراة، أعتقد أن كما ذكرت أدى مباراة غاية في الروعة. سنبدأ طبعا بالحالات، حالات كثيرة. الحالة الأولى كانت عند الدقيقة الثالثة، هدف برشلونة الأول الذي كان فيه سواريز في موقف صحيح، طبعا لعبت الكرة من الكانترا باتجاه سواريز عاد بعد ذلك، طبعا لا وجود لأي مخالفة، لا وجود لأي حالة تسلل. الهدف طبعا أولا هذه اللحظة التي لعبت فيها الكرة، بعد ذلك كل الكرات التي لعبت من برأس مانكينيوس ومن ثم فيراتي الذي لعب الكرة بقدمه، وهنا فيراتي هو الذي عاد باتجاه ميسي ليصطدم به ويمسكه أيضا، ومن ثم طبعا تذهب الكرة باتجاه سواريز دون أي وجود أي احتكاك مخالف مع الحارس، ومن ثم الكرة تعبر بكاملها وبشكل واضح وصريح، وهنا تقنية خط المرمى ووجود الحكم المساعد الإضافي، هدف سليم 100% وصحيح. نذهب باتجاه 4 لمسات يد، ثلاثة منها على الأقل كانت داخل منطقة الجزاء. الأولى كانت في الدقيقة وكلها قرارات صحيحة، الأولى لمسة يد نيمار يلعب الكرة باتجاه ماركينيوس الذي تصدم به الكرة، تصدم به بقدمه وترتفع إلى يده، ولمس موجود لكنه غير مقصود، الحكم كان قريب وقرار الحكم صحيح 100%. في الدقيقة 11 داركسار وهنا ماسكيرانو، وهذا النوع من اللمسات اليد حتما على المستوى الأوروبي لا يمكن أن يتخذ فيه قرار، لأن اللاعب هنا يحاول الاتكاء على يده في عملية الزحلقة. هنا الكرة أعيدت طبعا باتجاه ماسكيرانو بعد أن حاول لاعب باريس سان جيرمان إعادة الكرة إلى الخلف، فهنا اليد موجودة وبالتالي صدمت الكرة باليد الموجودة على الأرض التي وقعت اليد لعملية امتصاص، عملية السقوط بالنسبة للمدافع، لمس موجود لكنه غير مقصود مهما حول أو غير. حالة أخرى طبعا هنا من حائص الدفاعي، ميسي يلعب الكرة، ماركينيوس يلعب الكرة بالرأس باتجاه يد كافاني وتعود من ثم بين الاثنين، إذا نلحظ هنا وتصدم أيضا بماركينيوس، لا وجود لمس موجود لكنه غير مقصود. هنا لمسة يد أخرى على بيكي يلعبها طبعا دي ماريا، واللمس خارج منطقة الجزاء، ولمس أيضا قريب من مسافة قريبة، ولمس غير مقصود، ويحاول اللاعب تحاشي عملية اللمس، تصدم بيده وتذهب باتجاه جسمه، وبالتالي لمس يد أيضا وخارج منطقة الجزاء أيضا، إذا اللمس موجود لكنه غير مقصود وقرار الحكم أيضا صحيح. نذهب باتجاه الحالات المهمة، الدقيقة 48 وركلة جزاء واضحة وصريحة تسيبها الحكم الإضافي، الحكم هنا سيطلب باستمرارية اللاعب، الحكم الإضافي سوف نلحظ من زاوية أخرى. طبعا ميني هو الذي يقوم عندما سقط تزحلق، عملية السير والحركة باتجاه اللاعب لقطع مساره، نلحظ الحكم هنا يطالب باستمرارية اللاعب، يعتقد بعدم وجود مخالفة ويطالب باستمرارية. الحكم المساعد الإضافي خلف خط المرمى الذي يتمركز بشكل ممتاز ويتحمل مسؤولية القرار الذي هو بعيد عنه لكنه يمتلك زاوية رؤية ممتازة، هنا عملية السقوط ومن ثم عملية الانزلاق أو متابعة الحركة باليدين وبالقدم في محاولة لقطع مسار نيمار للحصول على الكرة والاستحواذ عليها. نلحظ هنا يسير ويستمر ومن ثم عملية العرقلة أو عملية الملامسة التي أدت إلى العرقلة، وقرار ركلة جزاء كان قرارا صحيحا أيضا. الدقيقة 77 هنا خداع من سواريز مع فيراتي، وقرار الحكم أيضا صحيح باحتساب ركلة حرة غير مباشرة إضافة للإنذار، لأن هنا سواريز هو الذي يبحث عن المخالفة، هو الذي يحاول، نلحظ قدمه اليسرى كيف يحولها لتلمس قدم الارتكاز، تلامس قدم الارتكاز ومن ثم يسقط داخل منطقة الجزاء في محاولة البحث عن وجود مخالفة. الحكم القريب يحتسب ركلة حرة غير مباشرة إضافة للإنذار، قرار الحكم كان صحيحا 100% أيضا وشجاعا. ننتقل للحالة التي تليها، الدقيقة 89 ركلة جزاء
ركله جزاء الغايه في الصعوبه، وطبعا الكره الساقطه باتجاه سواريز، وهنا ماركينيوس يقوم بعمليه عرقله بالركبه على الساق من الخلف. سنلاحظ ذلك بالعرض البطيء، وسوف نشاهد بان الحكم كان قراره سليما. نلاحظ هنا اللاعب ماركينيوس لا يحاول لعب الكره ولا يحاول التركيز على لعب الكره. نلاحظ هنا الركبه على الساق، على ساق الارتكاز الموجود على الارض هنا في هذه اللحظه، وهو لا يحاول ولا يركز على لعب الكره. هذا اهمال باللعب، وبالتالي هذا القرار قرار ركله جزاء قرارا صحيحا، ويتحمل المدافع مسؤوليته لانه لا يركز على لعب الكره. كما نلاحظ لا ينظر الى الكره، ينظر الى المنافس. طبعا بطبيعه الحال سواريز حاول ان يزيد من عمليه السقوط في محاوله لاعطاء فرصه للحكم اكثر لتاكيد القرار، لكن القرار صحيح بغض النظر عن سقوط. طبعا هو يدعي بانه تعرض الى الصدم او الى الدفع باليد، هو لم يتعرض الى الدفع، هو تعرض الى عرقله، وقرار الحكم كان صحيحا. هنا في اللحظه الاخيره في الدقيقه 95 والهدف السادس، نيمار يلعب الكره باتجاه سيرجيو روبرتو الذي كان في موقف صحيح لوجود تغطيه من ماركينيوس. هذه اللحظة الحاسمة، هذه لحظة تمرير الكرة، وكان سيرجيو روبرتو كان في موقف صحيح. قد يكون إنيستا في موقف خاطئ طبعا في موقف تسلل، لكنه غير مشارك باللعب. هنا يتحرك اللاعب وخلف المدافعين ويسجل هدف فريقه السادس، وهو هدف الفوز وهدف الانتقال للدور الثاني. هذا كل ما لدي لهذه الأمسية الصاخبة. شكرا جزيلا لك كابتن جمال.